lui faire. Tito. كل الطرق تؤدي إلى الهضاب هناك، قلعة من قلاع الكرة باسم الوفاق، باسم النفس الثاني، باسم أسطورة الرفاق، حيث المناصرة اعتناق. حكاية كتب أحرفها، أسطرها، ديباجتها لياس، لا يأس مع الكرة هناك. منذ العام 1958 مرورا بإضراب الثمانية أيام وصولا للكأس محبوبة الصيفية. في ريبرتوار الكحلة والبيضاء ألوان أخرى بلون الفرح والحزن أيضا، بلون التواريخ، أول مباراة في البطولة المستقلة للجزائر الخضراء ذات 14 أكتوبر 1962، آنذاك دقت ساعة المجد إلى تاريخ 11 ماي 63، مجد كأس الجمهورية بهدف نقاش الصاروخي. بعده الوفاق سيد الكأس 7 مرات، بعده النصر حلق 7 في البطولة، بعده وقبله توج إفريقيا يا سادة. وهو في القسم الثاني، آنذاك بدأت حكاية المستحيل ليس صيفيا كالعادة. التحليق استمر وإن ارتاح النصر، عاد عربيا ثم راهن إفريقيا ونجح في الرهان رغم مراهنة الجميع باللا توفيق للوفاق. حكاية أخرى بلون آخر في الفاتح نوفمبر، نوفمبر يا مطلع المعجزات. الوفاق بلون التاريخ صنع وصنعته أسماء، عندما مرر لياس كرة لعريبي، لكرمالي، لصالحي، لعجيسة، لسرار، لبرحلي، لحمار، للأنصار، جميعهم كتبوا المسار بحبر أسود على أوراق بيضاء قدمت الاعتماد لفريق يكتب في السنوات الأخيرة بكل الألوان، بطولات وكؤوس وسيدة إفريقية اسمها شامبيونز ليج. الرقم 2 بحكم الطبيعة يفتش عن الثالثة أمام الأهلي المصري، والتاريخ كأنه نفسه بعودة سريعة لواقعة 24 أكتوبر 1988، من يتذكر ومن يتدبر. الرمية الخامسة يسجل وهكذا هكذا لصدى الخمسة والتاهل التاهل وتفطيف. تاريخ آخر هو 17 جويلية من العام، سفرية نحو الجديدة أكدت نجاح الإدارة في ميركاتو الصائفة الجديدة بعد متاعب التيبي والمولودية. حمار قلب الطاولة، بوغلمونة سجل، وقشة مرر ثم سجل عندما عبود مرر. بوغلمونة، بكير، دياموند سجلوا مرروا، وإدارة النصر أكدت أن الوفاق فوق الجميع عندما غيرت جلد الفريق، وكأنه النفس الآخر لفريق سجل 8 أهداف من دور المجموعات. حققت المعادلة الصعبة، معادلة الفوز، المناصرة، المواصلة والاستمرار، بعودة جابو، باستخدامات مدروسة، بطاقم فني يعي ماذا يريد، بإدارة من أخطاء الماضي تستفيد. بعدها لم يكن على النصر إلا التحليق، أبيض النوايا، أسود التحدي، الوفاق العريق أمام الأهلي، إن شاء الله سيستمر التحليق.